دكتور، في البداية أكيد عايزين نعرف كلنا وأكيد كل المشاهدين اللي معانا عايزين يعرفوا الغدة النكافية دي ليه كل شوية تظهر وتختفي، وإيه هي أصلا الغدة النكافية؟ الغدة النكافية دي التهاب فيروسي بيصيب الأطفال في السن الصغيرة غالبا بنسبة كبيرة، وبتبقى نتيجة عدوى في الجو، وفيروس صاير في الجو زي أي فيروس وبيصيب الغدة النكافية. نعم. بتبتدي بأعراض كده، ارتفاع في درجة الحرارة، ما بيبقاش ارتفاع عالي كتير، يعني مش ارتفاع عالي، ارتفاع في درجة الحرارة، وبعدين بيحصل ورم أو تضخم في الغدة النكافية. الغدة النكافية دي أو هي غدة لعابية، من الغدد اللعابية اللي في الفم، بتبقى تحت الودن، فالورم بيظهر تحت الودن. طب حضرتك قلت ان هي بتصيب الاطفال، هل سن معين للاطفال يعني معناه الكبار احنا عمرها ما هتجيلنا، ولا في حالات استثنائيه؟ لا، هي في الاطفال، في الكبار ممكن تيجي بس نادرا، لان غالبا بيكون خدها قبل كده. هي دي بتيجي في العمر مره واحده، يعني لو الواحد يعني لو خدها قبل كده ما تجيش تاني. طب في سن كام في الاطفال بقى، يعني لحد ال 12 15 سنه، لحد 12 15 سنه. طيب الاطفال. طيب اشكالها بقى، يعني الاعراض، انا اعرف ازاي ان ابني مصاب بغده نكافيه؟ ما هو في الاول بيجي مثلا ارتفاع بدرجه الحراره، ارتفاع مش كتير قوي، يعني مش ارتفاع عالي، وتلاقي الواد يعني مش بيلعب، مش مجهوده اللي هو بيعمله، وبعدين تبتدي بعدها بثلاث اربع ايام ورم تحت الودن. يعني الاول ارتفاع درجه الحراره زي اي مرض بيسيب الجهاز التنفسي. واحنا دايما اول ما بنلاقي حراره عند الاطفال على طول بنتخيل دور برد، يعني اول ما الاقي درجه الحراره عاليه بتبتدي فنبتدي ندي ادويه برد وخفض للحراره، بس العرض موجود. فيعني يعني ده عندنا احنا يعني زي سلوكيات مصريه، يعني احنا ما بنقولش مثلا ايه ده، لا ده في حاجه غلط لازم اوديه للدكتور، احنا الدكتور ده اخر مرحله بنبتدي نتعامل بيها. فاول عرض عشان ناخد بالنا كويس درجه حراره مرتفعه. احنا خلي بالك احنا ليه اخترنا غده نكافيه النهارده، لان ده ايام الغده النكافيه، فيعني دي الايام اللي بيظهر فيها واللي بينشط هذا الفيروس اللي هي الغده النكافيه. اتفضل. هي بتيجي نتيجه التهاب الغده اللعابيه اللي هي الغده النكافيه اللي تحت الود، فبيحصل ارتفاع في درجه الحراره، وبعدين بيجي ورم او تضخم في الغده النكافيه تحت الودن في المنطقه دي كده بالظبط. تمام. فاكيد بتبقى ملحوظه. لا، ملحوظه للام، هي الام حتى بتيجي هي بتقول الوضع، يعني هو ليها اسم بلدي دارج، ابو اللوكيم. ابو اللوكيم. فحقيقه الام لما بتجيب ابنها العياده بتقول هو الولد عنده ابو اللوكيم. يعني هي جايه. طب الورم ده او التورم ده بيبتدي يظهر امتى يا دكتور؟ يعني مثلا بعد درجه الحراره بكام؟ مثلا بثلاث اربع ايام او خمس ايام. بثلاث اربع ايام بعد يبتدي الورم، بياخد له برضه خمس ايام او ست ايام وبتدي يروح. طب دي انهي مرحله بقى، يعني دي المرحله الاولى ان الورم بيظهر، ولا دي المرحله الثانيه؟ لا، دي الثانيه. المرحله الاولى ارتفاع درجه الحراره. طيب تمام. بعد ودي بتبقى الفتره المعديه لارتفاع درجه الحراره ولحد وجود الورم. اول ما الورم يبتدي الوش يفش، يعني يخف. يعني هي معديه، حضرتك تقصد تقول ان هي من اول يوم وهي معديه؟ من اول ما الطفل بيصاب بدرجه حراره مرتفعه فهو كده خلاص ممكن يعدي اخواته ويعدي كل اللي حواليه. وطبعا العدوى بتيجي نتيجه اللي هي التكدس والاماكن المزدحمه وعدم التهويه كويسه. المدرسه، الحضانه. المدرسه، في الحضانه اكيد، في يعني برضو مثلا في البيوت الاوقات دي بتبقى الجو مش مستقر، شويه حر، شويه حر، وفي تراب مش عارف ايه، فبيقفله. فدي بتيجي، دي نتيجه لو في تهويه كويسه. طبعا وما فيش تكدس وما فيش زحمه جدا، المرض هيقل. ده ليه تطعيم. طب احنا قبل ما نروح للتطعيمات، احنا خلاص دلوقتي هو الغده ورمت تحت الاذن، وحضرتك بتتعامل معاها بقى ازاي؟ هل مثلا الورم ده بيتشفط مثلا، ولا بيتاخد مضاد حيوي معين، وبياخد قد ايه نسبه الشفاء؟ يعني لا، هي الشفاء بتبقى نسبه كبيره جدا. يعني نسبه تقريبا 100%. قد ايه والعلاج؟ هو المفروض بياخد اجازه اسبوعين. يعني الاسبوع اللي هو لما ابتدت الحراره تظهر وابتدى الورم يظهر، وبعد ما الورم يفش اسبوعين. نعم. ده لو المريض استريح وخد بس اي حاجه، مثلا لو في ارتفاع في درجه حراره بنديله حاجه تخفض الحراره. المريض بيخف. وهي طبعا مرض اصله فيروسي، فمالوش مضاد حيوي ضد الفيروس ده، يعني مفيش مضاد حيوي معين ضد الفيروس. فاحنا اذا كان ممكن تحصل بقى ايه، لما بيجي المرض الجسم بيبقى مع ارتفاع درجه الحراره مع المرض بيبقى الجسم قاومته ضعيفه. نعم. فبيدي فرصه للالتهابات البكتيريه ان هي ممكن تهاجم الزور، تهاجم الغده النكافيه نفسها، فبندي مضاد حيوي كده كحاجه وقائيه ضد الالتهاب البكتيري مش ضد. ليه بيقال يا دكتور ان الغده النكافيه لو اصابت الولاد ممكن يصابوا بالعقم وعدم الانجاب في الكبر؟ هل دي حقيقه؟
هي ممكن حقيقه طبعا بتيجي، بس هي مش هتيجي، مش اي واحد هيجي له غده نكافيه هيجي له كده. طب امتى الولد ده مش اي واحد هيجي له يعني؟ ما هي من ضمن المعطفات بتاعها ان ممكن تعمل صمم في الودن، بس في ودن واحده مش الاثنين. يعني ممكن برضو من اعراضها او مضاعفاتها، مضاعفاتها ممكن ودن واحده ما يسمعش بيها بعد العلاج. بعد إيه العلاج بقى؟ ايه ولا هي مثلا واي ما دي بتيجي بيبقى الجسم عموما ضعيف، فاي ميكروب موجود في اي حته في الجسم هينشط. يعني ممكن تيجي التهاب في الصدر، التهاب في الزور، التهاب في الخصيتين. بس دي الحاجات دي يعني بتسيطر عليها براحه الطفل. نعم، لازم راحه تامه للطفل. لان في ساعات امهات بتشتغل او بتاخد الموضوع مش المشكلة. بدرجه الخطوره او بدرجه الاهميه، فممكن تعادوا يومين ثلاثه اسبوع وتنزلوا تاني مثلا المدرسه. لا، الطفل يريح تماما في السرير وما يبذلش مجهود ويقعد، ونقعد نديله بقى المشروبات الطازه والاكل الطازه، ما نديلوش اي، وعشان مقاومه الجسم تبتدي تعمل، لان هو الميكروب نفسه ملوش مضاد حيوي. يعني ما فيش حاجه زي مثلا في التهاب اللوز، في مثلا نوع بكتيريا معينه اديله المضاد الحيوي بيموت. لا ده ما يعني التهاب فيروسي. طيب احنا هنتكلم اكتر، بس افكر مشاهدينا برضو بطريقه التواصل. تليفوناتنا من اي موبايل على 1480، ومن اي تليفون ارضي على 09841، وصفحتي على الفيسبوك بالعربي برنامج لايف كلينك. انا عايز اعرف بقى، هل في انواع للغده النكافيه؟ يعني هل مثلا في نوع معين بياخد شيب معين، في نوع تاني؟ ما هو يعني الغده النكافيه دي غده زي اي غده في الجسم بتسبب كذا بامراض كتيره. من اللي هو مشهور في الاطفال اللي هو ابو اللوكيم. ابو اللوكيم اللي هو بالبلدي كده زي ما الناس بيقولوا، او التهاب فيروسي في الغده. طبعا ممكن يجي لها التهاب بكتيري، ممكن تيجي حصوه في تعمل فيها حصوه، ممكن يجي فيها اورام. بس الحاجات دي يعني قليلة جدا، مش منتشر. طب ليه الغدة النكافية دي يا دكتور محمود يعني كانت ظهرت لنا كده من كام شهر، وحالات في المدارس ووزارة الصحة ووزير الصحة، وفجأة كان في كده يعني ايه بروباجندا عالية قوي من شهرين ثلاثة، وبعد كده اختفت، دلوقتي ابتدت تظهر تاني. ايه سر الاختفاء والظهور، يعني ايه سببه؟ هو انا ما اقدرش اقول ان اختفت، بس ممكن تكون ولا اختفت اخبارها. لا يعني ممكن تكون الحالات قلت شوية، بس هو ما اختفتش. لا ما اختفتش طبعا. لو كانت اختفت ما كانتش هتظهر تاني. ايوه، يعني اقصد ليه بتطلع يعني تطلع بشراسه كده؟ هو بيجي مثلا في وقت بيبقى الجو فيه وحش والزحمه وبتاع ده، تيجي الاهالي مثلا ما توديش الاطفال المدارس وتقعد. أيوة. يجي الولد عشان الامتحانات يروح المدرسه، وانت عارفه احنا عندنا يعني اغلب المدارس فيها تكدس رهيب. الفصل بيبقى فيه اكتر من 100 طفل طبعا، في مساحه قليله، ما فيش تهويه، مع قلة التغذية برضو مثلا الطفل اصلا ضعيف. ده في مدارس خاصة دلوقتي اللي اعرفه، مدارس خاصة مش بس الحكومية. أيوة، في مدارس خاصة الفصل الكلاس فيه 50 طالب. يعني احنا كنا بنتريق على المدارس الحكومية نقول ازاي تكدس ده، في مدارس خاصة دلوقتي الفصل بيبقى فيه 50 طالب وطالب. سمعت في مدارس فيها 150 و120 مدارس حكومية يعني، فازاي دولت يقعدوا طبعا. طيب ناخد تليفون يا دكتور محمود، اسمح لي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي يا مدام نهى. لو سمحت يا دكتور، انا ابني اتصلوا بيا في المدرسه قالوا لي ان هو يقعد 15 يوم عشان عنده الغده النكافيه. طيب تمام. وبعد كده وديته كشفت له بره، فالدكتوره قالت لي لا ده عنده نزله برد، بس انا حاسه ان تحت ودنه وارم، بس ما فيش سخونيه ولا اي حاجه. يعني معلش، يعني هو دلوقتي عنده الغده النكافيه ولا ما عندوش؟ هي ما عندوش. في ورم تحت ودنه او ورم جنب ودنه من قدام كده؟ حاسه ان تحت ودنه وارم. تحت ودنه وارم؟ تحت الودن الحلم على طول ولا تحت شويه تحت الفك؟ لا تحت الفك شويه كده، يعني عند رقبته كده. عند رقبته. حضرتك وصف لها كده فين بيبقى بالظبط؟ ما هو بيبقى في الحته دي بالظبط. في الحته دي يا مدام نجله؟ نهله؟ ايوه. لا انت بتقولي تحت الفك، اهو الفك اهو، يبقى تحت الفك كده هنا؟ لا تحتي، لا تحت شويه. تحت هنا؟ ايوه. ايوه في الحته ديت. لا دي ما تبقاش الغده النكافيه طبعا. طيب دي يعني دي مش الغده النكافيه؟ لا دي مش الغده النكافيه. طب هي توديه دكتور اطفال عادي يعني خلاص؟ ما هو دكتور الاطفال لما بيشوف يعني حتى تشخيص الغده النكافيه ده بيبقى الطفل وهو داخل، وانا شايفه هو جاي عليا باين، باين عليه، بقول له. طيب واغلب الحالات دي في سؤال تاني، والام بتقول لا ده عنده الغده، ده عنده التهاب في الغدد الليمفاويه نتيجه التهاب في الزور، التهاب في اي حته في راسه. ما هي دي بقى اللي عاملاه له، اللي هي هو عنده اللوز واللحميه. تلاقيه بيشخر وصوته تخين جامد قوي، وما بينامش كويس وما بيسمعش السمع عنده قليل شويه.
ايوه دي بقى دي لازم تعمل له بقى اللوز واللحميه. اه بيتعمل له بيشوف الدكتور وبيكرر عمليه استئصال اللحميه واللوزتين. طيب شكرا على تليفونك يا مدام نهله. بحس ان هو تايه على طول، ممكن يكون منه؟ نعم ايوه طبعا هو مش تايه يا مدام، هو عشان ما بيسمعش مش مركز، عشان ما بيسمعش كويس. يعني حتى تلاقي الامهات تشتكي تقول لك المدرس بيشتكي من الولد ان هو ما بيسمعش، وهي لما نيجي نسالها ابنك بيسمع كويس تقول اه بيسمع كويس. طب لما تديله برد عليكي من اول مره تقول لا ده ما بيردش ده بيستعبط. ايوه هو مش ما بيستعبطش، هو فعلا مش سامع يعني. بس هي الام بتقول ده بيستعبط عشان ما قالوش حاجه. لا هو لو انت ندهتيه لو سامع لما تنديه هيتفشل. شكرا على تليفونك يا مدام نهله. شكرا يا فندم على التليفون. طيب هو فعلا بيبقى الامهات بتبقى واقفه في موقف حيره، يعني هل فعلا ابني بيمثل؟ لا ما بيمثلش. هل فعلا بيسمع؟ احيانا برضو في بعض الاعراض الامهات ما بتاخدش بالها منها. انا عايزه حضرتك تقولها يعني ما هي واحد قلت هي مثل السمع ده في الاطفال، ما هي بتبقى واخده بالها بس ما بتبقاش مدركه. وحضرتك قلت مثلا عرض تاني انه بيشخر، ما هو مثلا الطفل اللي بيشخر ده طبعا بيبقى نومه مش كويس. لان التشخير ده بيأثر على الجهاز التنفسي وعلى الرئتين. أيوة. بيبقى الاكسجين اللي داخله على الهواء اللي داخله مش كتير. ساعات الام تقول لك لا ده وراثه، ده باباه ده واخد نفس الوراثه، هو ملوش علاقه بالموضوع. دي بتبقى يعني التشخير في الكبار غير التشخير في الاطفال. أيوة. ده حاجه وده حاجه. طب الشخير ده بيدل ان في لحميه مثلا لازم تتشال في الاطفال؟ بيبقى غالبا في لحميه وحجم اللوز كبير قوي واللحميه. طيب اول ما بيعمل عمليه بيستريح. في بعض الدكاتره دكتور محمود يعني يقول لك انت عايزه تروحي لدكتور اطفال كتير ولا عايزه تبطلي تروحي له خالص؟ فبالتالي مثلا اي ام تقول له لا انا عايزه ابطل، يعني الطفل دايما عيان طول الوقت، لا خلاص تعالي شيلي اللوز واللحميه. بالظبط كده. لان هو هل ده اختيار يعني ده قرار اختياري ولا المفروض يبقى اجباري؟ لا المفروض يبقى اجباري مش اختياري طبعا. لا اصل انا دلوقتي بشوف امهات بتعملها لمجرد عشان تريح دماغها لفيما جاي. ما هي دي بقى يعني دي زي ما بيقولوا المدنيه او التقدم اللي فيه حاجات. الناس بتقول لك اصل العيل هيجي له اللوز طب اعملها له. هي المفروض اللوز عشان تشال تبقى او لا ما تشال ليها مواصفات وليها اعراض وليها أفتاد. طب الطفل اللي دايما بيجي له دور برد دايما كحه وسخونيه طول السنه، هل ده لازم يشيل اللوز ولا لا؟ مش شرط يشيل اللوز، مقصود الكحه والبرد ده ممكن يبقى التهاب في الحلق، مش التهاب في اللوز. ممكن يكون التهاب في الجيوب الانفيه مثلا. التهاب في الحلق في الانف في الجهاز التنفس العلوي ما بقاش التهاب اللوز لوحدها. فهي لو اللوز بتلتهب اكثر من مره وليها مواصفات كده بتبقى احنا لما بنيجي نكشف عليها نلاقي حجمها كبير مليانه صديد مخرمه كده وفيها ومليانه بؤر صديديه دي بتشال. لكن اللي بيجي له ممكن يجي لي كل شهر التهاب في الحلق نتيجه ان انا بصحى واخرج في الهواء بتاع ده. لكن التهاب في الحلق بمجرد ما باخد اي حاجه خفض الحراره ومسكن الالم بيروح. يعني احيانا امهات بتبقى قلقانه لان تقول لك اكيد ربنا خلقها بتحوش امراض كتير جدا. ما طبعا. فهل اللوز دي ايه اهميتها ان تفضل ويعني وان لازم تتشال؟ يعني هي في الاول ثلاث سنين دي دايما بتبقى مشاكه في بناء الجهاز المناعي للطفل. تمام. فاحنا ما نحبش نشيلها في الطفل الصغير. تمام. يعني دايما نستنى بعد ما يعدي ثلاث سنين. عشان هي بتبقى خط اول ضد الجهاز التنفسي، يعني خط دفاع اول للجهاز التنفسي وبتاع. في لما بتبقى حجمها كبير ومليانه صديد وهو الواد بيبلع الصديد وبتاع ده فبينزل وفي سده في الزور فوق من اللحميه واللوز فيجي تلاقي صدره تعبان فتروح لدكتور الاطفال في يعني يقول لها لا اللوز بتاعها عياته كبيره وروحي للدكتور الاطفال. دايما تجي لهم العيال دي بتبقى عرضه لالتهابات الصدر بس في اغلبه ما بيبقاش التهاب في الصدر هو التهاب في الزور فوق. التهاب فوق لما ده بيكتشفه دكتور الاطفال. الصديد ده اللي بيبقى في اللوز بيضر مثلا القلب بشكل او باخر؟ طبعا بيضر، هو بيعمل روماتيزم في القلب، بيعمل روماتيزم في المفاصل. يعني خطر يعني موضوع الصديد اللي على اللوز ده، يعني للامهات اللي بتسمعنا يعني ما ينفعش اسكت، ما ينفعش اقول لها اديله شويه دواء خلاص. يعني ممكن من اللوز تدخلي في مرض في القلب. يعني هو يعني هي دي خطر وظاهره زي ده. اي واحده دلوقتي تيجي ابنها رجله بتوجعه تقول له الواد رجله بتوجعه يبقى عنده روماتيزم. لا الروماتيزم ده ليه، او الروماتيزم بتاع اللوز او الروماتيزم ده ليه مواصفات معينه. يعني كل الاطفال بتجري وبتلعب فرجلها بتوجعها اكيد. طفل مثلا عنده املاح في البول ممكن العضلات او عضلات رجله، اما اللي هو الروماتيزم اللي بيأثر على المفاصل ده ليه شكل معين ومحدد بيجي في المفاصل الكبيره زي مفاصل الكوع مفاصل الرزق مفاصل الركبه مفاصل الكعب دي في المفاصل دي وبيبقى في مفصل واحد واتنقل.
نعم. يعني يبقى مثلا في المفصل ده يروح المفصل ده، والمفصل الركبه ينزل في المفصل بيتنقل. وطبعا الحته اللي مصابه بالروماتيزم الركبه مثلا بتبقى ورمه شويه، والواحد يحط ايده عليها يلاقيها دافيه. لما يقارنها بين الناحيه الثانيه هتلاقي ناحيه او حجم اكبر شويه ورمه شويه، والثانيه طبيعيه. الايد مثلا هلاقي دي دافيه شويه ودي درجه حرارتها، ده اللي هو نقول عليه الروماتيزم. مش اي واحد طفل ركبه بتوجعه او الروماتيزم، او الروماتيزم واعمله العمليه. اه طبعا، يعني بتجي لنا الحاجات دي كتير جايه. الواد عنده روماتيزم، ايه يا ست ايه الواد رجله بتوجعه. طبعا العيل او الطفل او الطفله يعني لما بيتنطط وبيجري وبيلعب اكيد هيتعب. ناخد دينا معانا. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. بس سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي يا مدام دينا. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا بالظبط من قيمه 3 اسابيع جات لي حساسيه على صدري، وخدت لها مضاد حيوي 1 جرام وادويه مذيبه للبلغم جنبها وادويه موسعه للشعب. بس اللي خدته دوت كان برشام، يعني كان اسبرين بتاع موسع الشعب، فخفيت وبقيت زي الفل. من قيمه 3 ايام مراخيري كانت مكتومه مش عارفه اخد نفسي، فرحت الدكتور انف واذن قال لي انت عندك التهاب شديد في الجيوب الانفيه والمنطقه العلويه دي كلها، الحنجره بالانف. ايوه. بالمنطقه دي كلها، بس ما عنديش لوز. فكتب لي على مضاد حيوي ثاني مختلف عن الاولاني اللي انا اخدته، وقلت له حضرتك صدري كده هيبتدي يتعب تاني زي كل مره. فقال لي يعني كشف على صدري بالسماعه، قال لي هو في شويه من البلغم نزل على صدري. فالسؤال دلوقتي حضرتك، انا ازاي احمي منطقه الجيوب الانفيه ديت، وهل في ادويه مناعه للمنطقه دي؟ لان انا بقالي 5 سنين بتجيلي حساسيه صدري بتفزلي بسبب مراخيري. جيوب انفيه. طيب شكرا. يعني هو الدكتور قال لك بسبب المناخير ولا في حساسيه؟ اه، قال لي مراخيرك هي اللي مصعبه صدرك، يعني ضرب بصدرك هو مراخيرك. طيب شكرا حضرتك. فيا ريت حضرتك تدلني يعني. وهل كده، معلش في سؤال تاني، هل كده انا ابقى مريضه رب؟ لان بقالي 5 سنين بتجيلي الحساسيه دي مره واحده، يعني شهر واحد في السنه. بس لمده 5 سنين متواصلين. فهل كده انا ببقى مريضه رب، ولا هيجي لي رب، ولا ايه بالظبط؟ لا، هو بالنسبه لمريضه رب دي بيكررها الدكتور الصدريه. شكرا يا مدام دينا على تليفونك. بيشوف الدكتور الصدريه، بيشوف صدريه بس. هو الحساسيه ممكن بتصيب الجهاز التنفسي ككل، هو في جهاز التنفس العلوي وجهاز التنفس السفلي. فالحساسيه ممكن تبقى في جزء مثلا في الرئتين والشعب الهوائيه، ده بتبقى في جهاز التنفس السفلي. نعم. او في المناخير وفي الزور والحلق بتبقى جهاز التنفس العلوي. دي بتبقى ليها علاج. هو ممكن بتاثر على الصدر، ان في بيبقى امخاط كتير، افرازات كتير نازله من المناخير والذره على الحنجره. بس غالبا اللي بتبقى الحاجات الافرازات العلويه اللي نازله من الانف والذره على الصدر، ده المريض بيبقى في حاجه ممكن يبقى هو بيلاحظها، ان هو دايما يقوم الصبح صوته مغشله. اه، عشان طول ما هو نايم في افرازات اتكونت في الزور على الاحبال الصوتيه. اه، ونزلت على الاحبال الصوتيه، فيقعد يكح كده، وممكن مثلا يقول لك انا اكح لحد ما اتقين. آه. لحد ما يطلع الافرازات الدنيا بتسلك وزوته. طب ودي حاجه، وده بياخد لها علاج الحساسيه العادي زي بتاع الصدر. طيب دكتور، نرجع تاني بسرعه عشان نقفل موضوع الغده النكافيه. يعني هل في تطعيمات معينه؟ في تطعيمات. يعني للغده، ومش حاجات تبع الحكومه ولا هي لا وزاره الصحه؟ لا، في تطعيمات تبع الحكومه. اه، وهل احنا يا كبار لازم نطعم ولا خلاص؟ لا لا، الموضوع لا لا انتهى. لا. طب اخر تطعيم لغايه سن كام؟ هو يعني هو ليه بيتاخد، مش متذكر يعني بالظبط، ليه بالدرجات؟ آه، يعني ممكن سنه بتاخد سنة جرعه تاني سنه. اه لا، هو 3 جرعات بتاخد. طيب. 3 جرعات وفي جرعه نروح للاذن الوسطى بقى، لان برضو الاذن الوسطى لا تقل اهميه عن الغده النكافيه برضو. في ناس فجاه تلاقيها ماشيه في الشارع يغمى عليها، في ناس فجاه وهي قاعده بتشتغل يغمى عليها، في ناس صداع طول الوقت وزغلله يعني انا مش هقول الاعراض، بس انا عايزه حضرتك يعني برضو نشرح الاول للناس اللي ما تعرفش ايه هي الاذن الوسطى. ما هي الاذن الوسطى دي اللي هي مسؤوله عن عضو السمع او توصيل السمع للانسان. ما لهاش دعوه باللي مسؤوله عن الاتزان بتاع ده الاذن الداخليه. فالاذن الوسطى هي يعني جهاز توصيلي. نعم. بيوصل الكلام من بره للاذن الداخليه عشان انا اعرف الكلام. فلو في اي حاجه في الجهاز التوصيلي ده من اول الاذن الخارجيه لحد الاذن الوسطى، فيعمل ضحك في السمع، ويعمل ممكن يعمل صداع. اه، بيبقى ضغط على الطبله ممكن.
بس هو الصداع ده غالبا لازم يكون المريض ما عندوش ضغط، ما عندوش سكر، ما عندوش اي امراض تانية. يعني في امراض عامه بتاثر، ما عندوش مثلا تصلب الشرايين، ما عندوش في السن الكبير كده. نعم. طب ناخد حاتم الاول ونكمل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاتم؟ الحمد لله تمام. اتفضل. طب انا كنت عايز بس اسال الدكتور، انا عندي ابني 6 سنين. ابنه عنده 6 سنين. تمام كده. حلقه على طول ملتهب، يعني انا اسبوع واسبوع، فكنت عايز يديني الحل، يعني يديني حل للموضوع ده. طب انت كل ما تروح للدكتور بيقول لك ايه؟ يقول لي حلقه. الحلق ملتهب لوز مثلا؟ لا مش لوز، الحلق بزوره بحلقه. ما هي اللوز دي جزء من الحلق. لما بيبقى الحلق كله ملتهب بيبقى واضح عند الدكتور، اي دكتور بيعرف يشخص. فده ممكن بيكون عنده نقص مناعه شويه، بتزود له المناعه بتاعت جسمه وبيخف. وبعدين ده بيبقى متعرض لتيارات الهواء البرد، يعني متعرض لتيارات برد. طب عندك سؤال تاني قبل ما نقفل؟ لا شكرا. طيب شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. يعني هو الحلق كامل غير اللوز لوحديه؟ اللوز دي جزء من الحلق. مش الحلق. طب ايه الاسباب؟ زي ما حضرتك قلت، هواء بياخد مثلا لطشه برد من هنا من هنا، ده يخلي الحلق يلتهب بس. هو يقول لك انا اسوء، هي الاعراض بتبقى واحده، انا مش قادر ابلع ريقي. بيجي مثلا الدكتور بيبص بزوره بيشخص، بيلاقي فيه احمرار او احتقان في الحلق. فبيديله حاجه ضد الاحتقان وضد البتاع ده. دي حاجه سهله. للاذن الوسطتين اعراضها ايه؟ فالاذن الوسطى هي مهمه في الاطفال، يعني عندنا في الاطفال الصغيرين اللي هي زي ما بقول الاستاتيك، تيجي الام ايه تجيب الواد بيشتكي بيشخر مش عارف ايه، لا الواد كويس، طب بيسمع كويس، بيسمع كويس. يا ستي طب لما تدي له برد عليك تقول لك لا اصله بيطنش. فانا دايما اقول لها يعني انت اقفي وراه واندهيه، لو اتلفت لك يبقى مش شايفك يعني. واندهيه، لو اتلفت لك يبقى ما بيطنش، لو ما اتلفتش يبقى ما بيسمعش. طالما ما بسمحش يبقى لازم تيجي بيه نشوف ايه اللي سبب سببها. بتبقى في التهابات الاذن الوسطى المتكرره، وفي انعزالات البرد المتكرره، والتهابات الزور والود اللحميه واللوز، بتعمل حاجه اسمها ارتشاح ورا طبله الود. الارتشاح ورا طبله الود ده بيقلل السمع. فطبعا بيبقى فيه بيبان بالكشف وبيبان وفعلا الاطفال طول السنه طول السنه عندهم نزلات برد. مصر مش عارفه يعني ما بتختفيش منها نزلات البرد، وبعدين طول الوقت الام بتدي لابنها. هي لا تعرض لتقلبات الجو، هي لا تعرض يعني حساسيه الانف ومذيب للبلغم، تعرض لتيارات الجو، تعرض لتيارات الجو البارده والحاره ومش عارف ايه. قاعد في البيت بينزل، الام مثلا بتنزل الساعه 6 تودي المدرسه او تودي الحضانه، يعني دي هي دي من ضمن الاسباب. يعني من ضمن الاسباب. وبعدين حتى مثلا لما بتيجي تدي له العلاج، بتدي له العلاج لمده يوم او يومين، وطالما خف يعني هو الواد سخن الصبح، راحت مديها له البوسه او مديها له جاب الليل ما سخنش خلاص، وراح تروح خلاص متعامله معاه انه طبيعي خف خلاص. ولا لسه ما خف، والمفروض مثلا العلاج في المضاد الحيوي اقل حاجه اسبوع او 6 ايام، يعني اقل حاجه في المضاد الحيوي 6 ايام. خفض الحراره من دي بعد ما تنزل الحراره لمده 3 ايام. نعم. طيب دكتور برضو، هل فعلا من الاعراض الاذن الوسطى ان الحد ممكن يبقى ماشي في الشارع عادي يغمى عليه ويقع في الشارع؟ ممكن. يعني دي من اعراضها؟ لا مش من الاذن الوسطى، دي بتبقى اعراض الاذن الداخليه. يعني في لبس بقى ما بين الاذن الداخليه والاذن الوسطى. طيب ايه تاني ممكن مثلا نعرف من خلاله ان ده الشخص ده مصاب بالاذن الوسطى؟ نعم. يعني ايه الاعراض التانيه اللي ممكن من خلالها نعرف ان الشخص ده عنده الاذن الوسطى وهو مش مدرك يعني؟ هي بتبقى بدايه بقله السمع او الم في الاذن، يجي يقول انا ودني مسدوده او ودني في الم في الودن، لما اجي او احرك الفكه اتكلم بيحصل في الم في الودن. طيب دكتور محمود بشكر حضرتك جدا معانا النهارده، واتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا من المعلومات دي، وكل الشفاء لكل اطفالنا وكل الساده المشاهدين. هنطلع فاصل وهنرجع بعد نتكلم عن السمنه الوراثيه والسمنه الموضعيه، خليكم معانا.